السلام عليكم. حسب التقرير نتاع الأمين العام لوزارة الصناعة الجزائرية، فيه عدة شركات عالمية من عدة دول، من أوروبا وماليزيا والصين، وكذلك دول من أمريكا اللاتينية تريد الاستثمار في الجزائر، والأكثر من هذا تريد الاستقرار هنا في الجزائر في عملية سكون أبيل لا ديلوكاليزاسيون نتاع لي سوسيتي إذن في الميدان الصناعي. إذن هذه الشركات أعربت عن رغبتها للاستقرار في الجزائر وتوطين مصانعها ومركباتها في الجزائر، وهذا نظرا يعني الإغراءات، يعني الخصائص يعني الرهيبة التي يعرفها السوق الجزائرية، منها أولا التغيير الذي طرأ على نظام الاستثمار في الجزائر، ويعني الحوافز الجمركية اللي دخلتها في التغييرات على القانون الاستثمار في الجزائر. ثانيا هناك العامل الأساسي اللي كذلك اللي يعني يجلب الاستثمار في الجزائر هو عامل يعني قلة التكلفة نتاع الطاقة، يعني وجود الطاقة أولا، ثم يعني السعر ديالها يعتبر من يعني الأسعار القليلة جدا في العالم فيما يخص الطاقة، إذن تاع الغاز والكهرباء. وكذلك العامل الثالث هو عامل البنى التحتية اللي أصبحت تسخر بها الجزائر من طرقات وطرق سيارة وكذلك طرق سكك حديدية. كذلك هناك العامل الرابع هو عامل بشري لما توفره الجزائر من كفاءات بشرية مؤهلة كثيرة و يعني بأثمان أقل يعني تكلفة من يعني الكفاءات البشرية الموجودة في البلد الأصل. إذن كل هذه زائد إلى ذلك هو قرب الجزائر من السوق الأوروبية والاتحاد الأوروبي، هذا ثاني عامل خامس. والعامل السادس، العامل السادس هو الموقع نتاع الجزائر الاستراتيجي في وسط الكرة الأرضية، لأن كل القارات يعني في وسط ثلاث قارات، أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا وآسيا. يعني الموقع نتاع الجزائر موقع رائع ويلائم أي مستثمر لجلب هذه الاستثمارات ولي زوبيراسيون دو ديلوكاليزاسيون نتاع لي زاندستري نتاع هذه الشركات الكثيرة التي طالبت أن تستوطن يعني مصانعها في الجزائر. وأنا أضيف عامل آخر وهو عامل الاستقرار، عامل الاستقرار واللي عاد تحظى به الجزائر، وكذلك سياستها ودبلوماسيتها النشطة والمتوازنة مع شركائها أمريكا وروسيا والصين، يعني كل شركاء والفاعلين في العالم. إذن كل هذا سوف يجعل من الجزائر وجهة استثمارية أكيدة، واللي على حسب يعني التصريح نتاع الأمين العام تاع وزارة الصناعة الجزائرية أن فيه شركات كثيرة من أكبر شركات في العالم تريد توطين استثماراتها ومصانعها في الجزائر، وكذلك شساعة نتاع البلد، ويعني يعني عدد السكان، يعني الجزائر فيها حوالي الآن تقريبا 50 مليون نسمة، هذا عامل أساسي. الآن السؤال المطروح، ماذا سوف تستفيد الجزائر من هذه الـ يعني الـ التغييرات وهذه الاستيطانات نتاع الشركات الكبرى في الجزائر، ماذا سوف تستفيد؟ هذا هو السؤال اللي لازم نطرحه على أنفسنا. أولا الاستفادة الأولى هي أنها تخلق مناصب شغل كثيرة، هذا مهم جدا أنه هذه الشركات سوف تشغل يد عاملة جزائرية بنسب كبيرة جدا، حوالي 70-80-90% سوف يكونون
موظفين من الجزائر، وخاصة في اليد العاملة المؤهلة، وهذا سوف يجعلنا نحافظ على يكون فيها استقرار لليد العاملة الجزائرية في الوطن، لأن شاهدنا في السنوات الأخيرة هروب الأدمغة باتجاه الدول الأوروبية وأمريكا وآسيا ودول الخليج. إذن هذا الاستثمار سيساعد على استقرار اليد العاملة في الجزائر. ثانيا سوف يخلق نسيج نتاع شركات مناولة، ممكن تكون فيه شركات مناولة جزائرية سوف تتعامل مع هذه الشركات العالمية اللي سوف تأتي إلى الجزائر، سوف تخلق نسيج أنت شركات مناولة جزائرية سوف تتعامل مع هذه الشركات، وهذا سوف ينشط أكثر الصناعة في الجزائر. العامل الآخر هو كذلك توفير، لأن هذه الشركات بالضرورة تكون عندها إنتاج في يعني ميادين معينة، إذن سوف الإنتاج هذاك سوف يوفر، تكون وفرة لهذه الأشياء سوف إذا كانت تنتج في الجزائر. على سبيل المثال هي كانت سيارات، مصانع للسيارات سوف يوفر سيارة في المتناول نتاع يعني الجزائريين وأشياء أخرى كثيرة، والدولة سوف تستفيد استفادة مباشرة، وهي قضية من ناحية الطاكس، لأن هذه الشركات سوف تدفع يعني نسبة كبيرة من فائداتها من الاستيراد نتاعها سوف تدخل الخزينة تاع الدولة كضرائب. إذن هذا هو الخبر الهام والمفيد جدا والمفرح، أنه أصبحت الجزائر بفضل يعني الإصلاحات في الاستثمار والإصلاحات والتطهير، تطهير يعني النظام الاقتصادي في البلاد، أصبحت يعني وجهة مرغوب فيها ووجهة مفضلة لدى المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى في العالم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.